الجزائر تعود للعب دورها الإقليمي من خلال الجهود التي تقوم بها في منطقة الساحل وتحديداً بمالي. لقاءات دورية أجراها وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف تصب في مسعى جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة للحوار تطبيقاً لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. Nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place. Il y a aussi le CEMOC qui existe et à propos duquel nous discutons avec nos amis et nos frères, surtout maliens, pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité. لقاء عطاف بالمسؤولين الماليين سمح باستعراض أبعاد العلاقات الجزائرية المالية والتركيز على تكثيف مشاريع التعاون وبرامج التضامن في مختلف المجالات وكذا أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعميق التفاهم السياسي بينهما. الآن هذه العودة الدبلوماسية وهي ربما كخطوة أولى، لكن لابد أنها تتبعها خطوات أخرى لاستثمارات ربما في مالي. يعني رئيس الجمهورية يتكلم على مليار دولار كاستثمار في دولة مالي، وربما ضعفوا في إفريقيا، ومالي ربما ماذا بنعطيها هي والنيجر ربما حصل أسد دا ربما 100 أو 200 مليون دولار خاصة بالنسبة لإنتاج الطاقة والمياه وغيرها من الأمور هذه وإعادة يعني الزراعة يعني القطاع الزراعي ربما صناعات خفيفة وصغيرة. تحديات عديدة بمنطقة الساحل توجب العمل على تثبيت دعامات تعاون بين دول المنطقة، وهذا ما تسعى الجزائر لتجسيده بمعية مالي لاستتباب الأمن وتحريك العجلة الاقتصادية في دول غرب أفريقيا.